مباراة جمعية وهران وشبيبة الثورة لعبت على وطء رياح قوية أثرت في المردود العام على المواجهة. في الدقيقة 17 انطلق من بالو صليف وبنتيبة الذي يراوغ ويسقط في منطقة العمليات، والحكم بقوسة يشير البطاقة الصفراء للمهاجم بداعي التمويه. ثم مخالفة مباشرة لجمعية وهران والمهاجم بن قبلية في المتابعة، ويتمكن من افتتاح مجال التهديف في الدقيقة 24. رد فعل شبيبة الثورة جاء بعد هذا الهدف، ركنية وكاد المدافع أن يباغت مرماه، ثم مخالفة مباشرة ينفذها القائد ترباح وكرته تصطدم بالعمود، واحتجاج من لاعب الثورة على لمسة اليد والمطالبة بضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف دون رد. المرحلة الثانية انتعش فيها اللاعب من الجانبين، ترباح ينفذ مخالفة مباشرة والحارس البديل خلادي يتصدى، ثم عود يهدر فرصة ذهبية لتعميق الفارق. وفي الدقيقة 64 الحكم بقوسة يرفض هدف أودو بحجة عودة اللاعب من التسلل. بعدها لامالي يقوم بعمل ممتاز على الجهة اليمنى ويوزع، وبن عيادة ينقذ الموقف. وفي اللحظات الأخيرة أهدر لاعب جمعية وهران فرصة تعميق الفارق في أكثر من محاولة، لتنتهي المواجهة بتفوق جمعية وهران بنتيجة هدف دون رد أمام شبيبة الثورة.